بصوا تعليقات كتير طبعا جدا الناس بعتها، انا هقولها وتليفونات مفتوحه، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها. انسوا بقى ان احنا النهارده بنتكلم من شاشه ومن اعلام، انسوا 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 اسماء اصلا، انسوا كل حاجه، افتكروا بس مصر، افتكروا بس ولادها، ولادها الغاليين قوي قوي قوي، والنغمه الجديده اللي بتتصدر من امبارح اللي قالها الكائن الغريب ده، اللي تاني بكررها له قطع لسانك. عنف ايه؟ عنف ايه؟ هو احنا كنا في خناقه فبنضرب بعض؟ دي بقى النغمه الجديده. امبارح اللي حصل 12 عريس للجنه يا رب باذن الله، وده كان بعد ساعات ساعات، يعني كنا لسه بنسمع كلام اسلام، يعني عمالين نقول انه والده شهيد اسلام، وهي بتدينا درس 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 كده لكل ام ولكل بيت، درس في الوطنيه، درس في التضحيه. 12 ام ملكومه النهارده، 12 بيت، 12 اسره، مصر كلها. يا رب المصابين يا رب يخفوا يا رب بالف سلامه يا رب باذن الله من عنده. يعني بيبقى في اوقات كده صعب ان انت يعني تبقى الواحد عارف يقول لك الكلام اصلا واقف، مش عارف تطلعه، مش عارف تقول ايه. لكن احنا لازم نتكلم مع بعض، لازم نتكلم مع بعض، عشان بجد والله العظيم لازم نفوق، لازم نفوق كلنا، لازم نفوق. بلدك تقول لي بقى اصل مش مصدق ان في حرب، اصل مش مصدق ان في مؤامره، اصل مصر اقتصاديا بتحارب ايه، بتتخني ازاي، بيضغطوا على البلد دي ازاي. ما انا مش دعوه بقى بالناس اللي بره دول كلهم، الناس اللي بره دول اللي قاعدين هناك، سواء اللي بيحوشوا دولارات كتير قوي 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 ورصيدهم في البنك بيزيد قوي وعايشين امنين وتمام وزي الفل زي الفل. لسه حد بعت لي بيقول لي اسماء عايزين الجنسيه المصريه تتسحب عنهم. يا رب يا رب يا رب يبقى عندنا قانون. احنا معانا حقيقة عضو مجلس نواب يقول لنا في قانون نرفع الجنسية المصرية عن الناس دي، الناس دي ما تستاهلش أصلا يفضل عندهم الجنسية المصرية خالص، استاهلوش استاهلوش أصلا يفضل في بطاقته أو في جواز سفره مصري، ما ينفعش ما ينفعش ده يفضل يتقال عليه. ما تحسبوش عليا مصري، ما تحسبوش عليا مصري وإن أنا آخد كلامه. مين أنا معايا؟ ضيفي الكريم نورني في الاستوديو النهاردة، سيادة اللواء أركان حرب محمد سلامة الجوهري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب. تحياتي يا فندم، بقاء لله. دوام لله. و بعتذر لك بس يمكن واحد فعلا مش يعني، أنا عايزة حضرتك النهارده وحضرتك معانا تكلمنا بجد بواقع خبرتك، تقول لنا، تفهم ولادنا، تلحق الناس اللي موجودة. يعني ما عنديش اسئله معينه عايزه اقولها لك، ما عنديش حاجه، بس بجد عايزين نتكلم لان احنا كلنا مصريين، احنا بلدنا. طبعا انا في الاول حياتك يعني بنعزي انفسنا الاول والشعب المصري كله بالكامل الاصيل لابنائنا الشهداء، وبندعو للمصابين ان شاء الله بسرعه الشفاء العاجل ويرجعوا تاني يسأروا لزملائهم اللي تم استشهادهم اللي هم في الجنه باذن الله ومشيئه الله تعالى. حضرتك اللي بيحصل انا شايفه، يعني احنا يعني هشب النهارده النيل، لازم النيل هيبقى فيه بعض القاذورات، هي القاذورات اللي موجوده ديت دلوقتي اللي هم المتشدقين بالكلام وبالحول انسان، وان بيساوي ما بين الارهابي وما بين الشهيد بتاع القوات المسلحه اللي بيدافع، وكل الناس اللي طالع اللي كانوا قبل الحادثه بيتكلموا يا ترى النهارده بيتكلم على شويه زيت وبيتكلم على شويه سكر. انا عايز اقول له واحد فيهم، طب ما تيجي النهارده عايز كم طن سكر وكم طن زيت النهارده وتعالى خلي ابنك يموت النهارده شهيد. قالوا له امبارح لا تعالى جر، تعالى انت يا اللي بتطلع بتتشدق، معلش البعض بيطلع بتشدق في سواء على الفيسبوك او في بعض وسائل الاعلام، طب ما تيجي تقعد اسبوع في قلب سينا، تعالى اسبوع امسك السلاح ودف، مش دي بلدك؟ ولا احنا بلدنا النهارده ما يقدرش عشان اللي موجود في سينا الرجاله بس.
ده رجاله بس. كلامك صح. الموجودين على الحدود وفي الجيش ورجاله مصر هم اللي رجاله بس. إن الناس دي ناقصها انها تفهم معنى البلد ايه، تفهم معنى الوطنيه ايه، تفهم معنى الولاء ايه، معنى الانتماء لبلد ايه. عاوز يفهم النهارده معنى انهيار شعب ايه. يعني شوف النهارده سوريا ايه اللي حصل فيها، يروح يقعد مع واحد سوري او واحد ليبي ويساله يقول له مصر ايه، هيقول له احمد ربنا ابوس ايدك وش ضهر ان انت في هذا الوضع. يروح يشوف الناس اللي بره. انما حضرتك اللي بيحصل النهارده حرب ممنهجه. بدات حضرتك زي ما انت حضرتك قلتي سحب دولارات من السوق، بل ده سحبها من الخارج مش من السوق. النهارده السلع الغذائيه عايزين يشيلوها. النهارده بيحاولوا يعملوا فتنه في قلب البلد. بجميع الوسائل النهارده شغالين حاجه يعني لا يمكن. ولكن انا يعني برضه اقول لحضرتك بالعكس اللي حصلت العمليه دي امبارح، انا بقول لك لا، دي حضرتك بسرعه جدا وفي وقت قريب جدا لازم هتعلن سينا خاليه من الارهاب. يعني دي خلاص هم حاولوا ان هم امبارح يدخلوا يعملوا زي العمليه القديمه بتاع قرم القواديس، ولكن هم دخلوا يعني اكيد من ضمن عملياتهم ان بيرمي صاروخ الاول او قتاله ار بي جي، وبعدين بيخش بيحاول يستولي على النقطه بنسها. ولكن لا، اولادنا كلهم بالكامل لا كانوا رجاله وهم رجاله، وقفوا النهارده وصدوا وصدوا زي ما هم برضو استشهد منهم، لو ما قتلوا منهم ولكن ان شاء الله يكونوا في النار اللي هم الارهابيين اللي عملوه ده. وهو ده الشيء الطبيعي، لان دول ناس مغيبين. الناس النهارده تم شرائهم بالمال وشرائهم بالفلوس وشرائهم النهارده بحاجات وعقيده معينه، عقيده بالعكس سيئه. النهارده دول لا يعرفوا لا دين ولا يعرفوا وطن ولا يعرفوا اهل، دول بيضحوا بكل شيء في سبيل المال وسبيل الفلوس. انما كبلد لا، حضرتك بلد لا، بلدنا انا بطمن قواتنا المسلحه لا هتاخذ بالصار. وانا بقول اهوت وانا مسؤول عن الكلام ده، وان شاء الله قريبا جدا هيسمعوا خير قوي في سينا. وهيشوف النهارده عمليه حق الشهيد النهارده هتتم ايه يعني نتيجه العمليه اللي حصلت دي امبارح 8:30 الصبح. هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه ديت، وهنشوف النهارده ان لازم اهل الشهداء دول لازم يرتاحوا، لازم يهدوا، لازم نارهم تبرد بنتيجه الصقر اللي هيتاخد ليهم في قلب سينا ان شاء الله. مش واهلا وسهلا زي الناس حضرتك يطلع رئيس فتح سي يقول جيشنا جاهز، يبدا يقول لك الله ده الجيش قمع. قمع ايه؟ قمع ايه يا مغيبين يا سافله يا ارهابيين؟ الراجل النهارده بيقول لك جيش النهارده جاهز ان يحمي بلدي، جاهز ان يحمي بلدي بست ساعات. النهارده في حدود عندنا من جميع الاتجاهات بتاعتنا. يبقى جيش لما يبقى جاهز ست ساعات ان يحمي بلدنا، يبقى ده النهارده مجال النهارده ان داخل قهر حريات وقهر. هي النهارده الديمقراطيه بيقول لك اطلع خرب، النهارده الجمهوريه بيقول لك اطلع قتل ولادنا كلهم عمر 21 و22 سنه. وزي ما حضرتك قلت النهارده الضابط اللي موجود والده رئيس اركان الهيئه الهندسيه، يعني الجيش ما فيهوش وسط. فين النهارده بيقول لك ما هو يا فندم كانوا بيقعدوا يضحكوا على اولادنا ويقول لك القيادات والواسطه. ما كان لو في واسطه كان من باب اولى كان قال لوالده وما تخليش اخدم في سينا ورجعني القاهره. وقال لحضرتك لا، ده انا مش كده، هنقول ان والده كان قادر ان يقعده بس ما يعملهاش. بلده بلد ابنه زي اي حد. احنا استاذن حضرتك بس عشان احنا اتفضلي يا فندم معانا هناء على التليفون. هناء ازيك؟ هناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البقاء لله اسماء ونعم بالله. وانا كنت عايز اقول كلمتين كده. ان الشهداء اللي ماتوا دول الله يرحمهم يا رب، قد ما بعزي امهاتهم وبعزي الناس كلها بيهم، قد ما بقول لامهاتهم افرحي انت ضامنة لابنك في الجنه ونعم بالله يا رب. اما السفن التانيين معروف ان هم في النار يا رب. وانا متضايقه ان في بعض الصحفيين اللي كتبوا مقتل، ومتضايقه اكتر ان البلدعي اللي كاتب، والناس كتير بتهمل كتير من البلدعي اللي كاتب عنف متبادل، وان وساوى الناس اللي ماتوا كل الناس ذهبت الى خالقها. لا، دول مش كل نفس، دول شهداء ودول مجرمين سفله، في فرق كبير قوي بينهم. وعايز اقول كلمه ثانيه، عمر مصر مهما كانت الدنيا اللي فيها ما فيش فيها فلوس، ما فيش فيها الناس الفقراء، طول عمرنا عندنا فقراء، طول عمرنا عندنا تحت خط الفقر، بس عمر ما حد بات من غير عشاء. لو واحده ما عندهاش سكر بتروح لجارتها تقول لها اديني معلقه سكر، عايزه ليمونه. لا، والمصري المصري الاصيل يا مدام هناء مهما كان فقره ما بيبيعش بلده. صحيح صحيح، ده يموت من الجوع ويتقتل ويبقى طلع يهاجم. بدل ما يهاجم بالطريقه دي كان يهاجم المرتشين
اللي معطلين البلد، يهاجم العطلة اللي مش بيدوروش على شغل وقاعدين على الأهالي، يهاجم المدرسين اللي بيروحوا يدوا دروس خصوصية وما يشرفوش في المدارس، يهاجم اللي بيوقعوا البلد، يهاجم الشرفة، يفوق بس اللي بيحاولوا يفوق بس يعني. عندما انا مش عارفه اقول ايه يعني الـ 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 الناس اللي بتاخد الشغل. قولي 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 يا رب، قولي يا رب ونوعي، قولي يا رب ونوعي بعض، قولي يا رب ونوعي بعض ونفوق بعض، قولي يا رب. يعني انا اتفرجت على بتاع التوك توك، رحت دورت عليه عشان اشوفه كان بيقول ايه، لقيت الكلام اللي بيقوله كلام فارغ، لقيت الكلام اللي بيقوله المفروض يتقلب بطريقه ثانيه. يا ناس يا منتشين بطلوا ترتشوا عشان البلد تقوم، يا ناس يا حراميه اللي بتخزنوا الاكل بلاش تخزنوا الاكل عشان الناس تاكل. بشكرك يعني بشكرك. يا رب يسمعوا صوتك بقى في حياتك. بشكرك فندم. يمكن مدام هناء وهي بتكلمنا دلوقتي فعلا بجد الناس من كتر ما يعني حاسين بالامان لحد دلوقتي، في ناس مش مدركه ان مصر بتحارب لحد دلوقتي، في ناس مش مدركين ان احنا في اقتصاد حرب لحد دلوقتي، في ناس مش مدركين يعني بيتعاملوا حتى مع الاسف، يعني مع الاسف مع الحوادث حتى يعني قصدي او يعني اللي بيحصل الهجمات الارهابيه اللي بتحصل على مصر تعاملوا معاها على انها مجرد خبر، كلام، تعداد، ارقام. ليه؟ انا عايز ابص يا مدام هناء اشارت وقالت لي بتاع التوك توك. حضرتك هيبقى في عندك شهادتك كاتبه شويه، ولكن انا بقول للاخ الليسي يا ترى ما طبلتش ليه وزمرت ليه واديت الشهداء حقهم؟ يعني مش لازم نذكر اساميهم. انا الحقيقه انا في ناس يعني شايف ان هم لا يستحقوا النهارده يعني ما يستحقش ان يتقال اسم، ولكن النهارده طب ليه انت في ايه بالظبط؟ ما هو انت النهارده كنت العهد القديم والعهد الاوسط والعهد والعهد فيه والدنيا كلها عارفه والشعب كله عارف. اذا كان في مجموعه معينه بتطبل هي عارفه، لكن معظم الشعب المصري 99 من الشعب المصري عارف هو في ايه وعارف في ايه وعارف الدنيا بتتقلب ازاي وعارف انت كنت مع مين ومع مين ومع مين. ليه القصه دي لازمة ايه؟ عشان كده انا بطلع حضرتك، انت يمكن قلت حاجه في النص، لازم حضرتك في المجلس لازم نطلع قانون الاعلام، في حاجه اسمها شرف في الاعلام وشرف المساق العمل بتاع الاعلامي، لازم مش بالمنظر ده، مش بنهدم بلد. في حريه راي، في حريه ان انا راي ان انا انقد حكومه، انا ممكن بتكلم مع حضرتك ولكن انقد حكومه وانقد النهارده اقول ان في غلاء، ان في بعض الناس ايديها مرتعشه، كل الكلام ده ممكن انقده، ولكن اجي النهارده احارب بلدي، اجي النهارده ان انا اموت عساكري، ان انا اختال، ان انا اهد منشات، اضرب اهداف حيويه، اختال قضاه، اختال ضباط شرطه، لا طبعا ده دي حاجه وحاجه، ولكن ان انا ليا الحق ان في سلبيات ان انا اقولها. ده حقنا كلنا مفيش مشكله. سلبيات اصلحها، انا بيتي فيه سلبيات اصلحها، ده بيتي، مصر دي بيتي، ولكن اللي بيحصل بالمنظر ده لا، ده اسلوب ممنهج وراه. احنا الشعب المصري كله عارف ان قطر النهارده ليها اهداف، وعارف ان تركيا ليها اهداف، وامريكا واوروبا وايران، في دول كتير النهارده عايزه البلد، لان بلد احنا بلدنا النهارده دول الرئيس سيسي، والرئيس سيسي كان مستلم البلد كانت مخدره حضرتك بالمعنى الفلاح بتاعنا، كان مستلم البلد بتنغنغ، راجل مستلم البلد بعد 3 سنين انا بعتبرهم كان عجاف، وكنا وصلنا لتدمير كل حاجه في البلد. اتحرق مش المجمعات البحث العلمي، طلب مجمعات التحرير، فنادق، نهب، سرقه، كل حاجه حصلت فيها. استلم البلد النهارده اقتصاد مضم، مفيش حد بيشتغل، مرتبات زادت بطريقه رهيبه بدون اي شغل، بدون اي انتاج، احنا هنضحك على بعض. الراجل ده كان عنده الشجاعه وعنده الجراءه ان يعمل حزمه اصلاحات، ان في الوضع هو ده بتاع بلدنا، مفيش انتاج. في عندنا عمالة مكدسة نتيجة 30 سنة سابقين، وعندنا ناس موجودين بتلتهم كل الأجور. تربية وتعليم، حضرتك النهاردة لما يقول لك 85% ميزانية التربية والتعليم أجور معلمين، وبرضه أجور مش هي اللائقة للمعلمين. قصة النهاردة، قصة الراجل النهاردة كل اللي اتعمل ده اللي عمله عبد الفتاح السيسي مش عاجب؟ ما بيعمل مدينة إدارية جديدة، عامل طرق، مفاعل نووي، 4 محطات كهرباء، 4 أنفاقها تربط بسينا، استصلاح أراضي، تعمير حفر القناة الجديدة، التنمية اللي هتتم على ضفاف القناة وعلى سيناء وربطها بالشرق بالغرب، كل ده حضرتك بنتساوي، بنيجي النهارده نتكلم على ازاز زيت ولا سكر يا حضرتك ما بناقص. انا عايز اي بيت، وانا على الهواء بقول لحضرتك النهارده اي بيت ما فيهوش 5 كيلو سكر، والله العظيم ما هتلاقي، كله النهارده عنده حضرتك السكر، بس يسمع ده فيه تحميه، ده تحصل ازمه الناس تنزل جاري تاخد وما تسدش، انما اي بيت يقول لي النهارده ما فيهوش سكر، دي حقيقه لا يمكن. الزيت ما بناقص الزيت، هنستخدم بالزيت بايه؟
احنا في ازمه، واحنا النهارده في حرب علينا، وفي اعداء النهارده عايزين يوقعوا البلد، نفوق يعني ونترابط ونمسك بلدنا ونحافظ عليها ولا ما نحافظش عليها؟ قصه حضرتك. بس انا برضو انا يعني هي انا بعتبرها هي قله، وهم معروفين كويس قوي، معروفين ان ما زالت جامعات الاخوان الهربيه، انا بتكلم حياتك مباشر، جامعات الاخوان الهربيه ما زالت اغراضها موجوده، وما زال اياديها القذره موجوده في البلد بمساعده حماس، بمساعده الدول اللي انا قلت عليها، ما زالوا نفسهم ان يعملوا اي حاجه في البلد ويهدوا البلد. مش هيحصل حضرتك، جيشنا، وانا بقول جيشنا جاهز، واهلا وسهلا اللي عاوز يجي من بره البلد ويخش يخش ويجرب. خش، لا احنا جيشنا الحمد لله، احنا النهارده ترتيبنا رقم 12 على مستوى العالم. عندنا اكبر احسن بحريه على مستوى العالم، على مستوى الشرق الاوسط، موجوده في المنطقه بتاعتنا البحريه المصريه. عندنا طياراتنا، عندنا حاملات طائرات، عندنا جاهزين. هما ما هو برضو اللي حضرتك بتقول عليهم دول اللي يعني اللي هو بيقول لك إيه، انت بتسلح الجيش ليه؟ سلاح الجيش عشان لما يجي اصلا ارهابي زي ده يضربه يبقى معاه يدافع عن نفسه ويدافع عنك قبل ما يدافع عن نفسه. وغير حياتك انا بسال، واحنا هننسى النهارده ان العدو قدامنا الى يوم القيامه هي اسرائيل. طيب انا بس هستاذن حضرتك، احنا بس معانا موجز التاسعة. انا عارفه والله ان في ناس كتير على التليفون، تليفونات مفتوحه هنستقبلها، تليفوناتنا مش هتتقفل. نروح بس لموجز التاسعة مع زميلتنا هاجر سليمان وبعدها نرجع نكمل. صباح الخير عليك يا هاجر. صباح النور أسماء ومشاهدينا، أسعد الله صباحكم بكل خير وموجز التاسعة من النهار اليوم. بشكرك يا هاجر. الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر، الله أكبر وتحيا مصر. هو ده الرد على الأرض على طول وفي ساعتها. رجالة مصر ما بيناموش وما بيستنوش على طار ولادهم. يعني دلوقتي كل أم وكل بيت يقدر ياخد العزة، عشان إحنا المصريين زي الصعايدة. ما كانوش هيبقى بلغوني انه فعلا بجد ناس كتير جدا مشاهدينا وبتصلوا، والناس عايزه تعزي بعض وعايزه تقف جنب بعض، وفعلا بجد يعني بين القوات المسلحه، يعني هقول يعني مفيش حاجه تعوض، بس يعني حضرتك يعني يبرد النار، يبرد النار شويه، يبرد النار شويه 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 خلاص. يعني بقول عليك استمرار، وبالعكس ده احنا يعني بنشوف ولادنا الضباط والعساكر اللي مصابوا واللي فقد جزء من جسمه وهو مصمم انه يرجع تاني. ايوه مصمم انه يرجع. احنا انا والله العظيم ما بقول يا ريان، انا راجل نائب وحضرتك، احنا حوالي حاجه و90 ضابط قوات مسلحه وشرطه في مجلس النواب. والله ثلاثه مستعدين نشيل السلاح ونرجع، وخبرتنا في اي مكان ننزل. حضرتك والله مصر بخير، الناس تطمئن. القصه اللي بتتعمل ده على التواصل دي فرقعات ولا اي حاجه، ده لعب عيال. ننزل نشوف بس عمالين يغرروا بولادنا يا فندم. ما هم ولاد، انما حضرتك انزلوا القرى وانزلوا البلاد شوفوا، والله ما في كلب يقدر يفتح بقه، ما في ارهابي في اي قريه او في قلب مدينه يقدر يفتح بقه فيها، الناس عمرها ما تسيبه. ولكن هي القصه هي اللي شغاله، هي حوالى اثاره الناس وبلبله الثقه في البلد والاقتصاد والاستقرار من خلال شبكات التواصل. ما هي دي حرب تانية، دي حرب تانية، لانها حرب ما فيش الا هي دي، الروح المعنوية والشائعات والتأثير النفسي، وان هو يشككك في بلدك ويكسر في عزيمتك ويشككك في قيادتك ويشككك في حتى يعني حاولوا على فترة يعني الفترة اللي فاتت اللي هو عايز يوقع ما بين الناس وما بين الجيش. استاذة اسماء، انا كنت لسه في فترة كان في بعض الشباب بدأ يغير النغمة بتاعته، ان فيه وفيه وفيه فيه. حضرتك بصي، دايما احنا بيجي لنا الخير والله. العملية اللي حصلت النهاردة فقدنا فيها ابنائنا وشهداء، ولكن شفت كثير من الشباب بالكامل فاق. يعني العملية بتاعت امبارح اللي اتعملت ديت، لا بالعكس ده فوقت شباب كتير قوي وخلتنا رجعنا تاني. يعني احنا كنا منتظرين الموت عشان نفوق يا فندم. للأسف للأسف للأسف. بصي بقول لحضرتك لأن في النهاردة في ناس كانت غيابت. في ناس يقول لك وي والكلام ده كله. العمليه بتاع امبارح لما الناس شافت حجم الاسامه وسن الشباب اللي في عمر ورود، وممكن ده يبقى اولادنا، وده مالوش، ده راجل بيدافع عن بلد، بيدافع ممكن عن يبقى هو اللي قاعد ده يطلب للتجنيد ويبقى هو مكانه بعد كام شهر، وهيخش وهتدخل. سواء جيش للرجاله مش يا ولكن يعني انا بقول لك بالعكس، بيزاد اصرار وكله عايز يدخل تاني، واذا كان نجرب كده ونجرب والبلد تفتح باب التطوع. شوف حضرتك الناس هتخش يعني. عندنا بدأنا في فترة معينة البنات والستات قال لك عايزين ندخل الجيش. طبعا. وأنا كنت من ضمن المؤيد، قلت وما أنا في حاجات معينة ممكن قوات المسلحة ممكن تخدم فيها، أيام الإسلام كان موجود، أيام الرسول كانوا بيقوموا ليهم واجبات.
المعنى هو ده. بتحس ان الشعب المصري كله متكاتف والله العظيم. يعني بص عليك بلدنا يعني مصانع الى يوم الدين، مش هيعرف يقول فيها حاجه. طيب. احنا حضرتك عمرنا ما هننساق ولا عمرنا هنركع الا لله سبحانه وتعالى. لا احنا بخير. هل ممكن يا فندم نلاقي يعني في نهايه حديثنا تشريعات من البرلمان الفتره الجايه بجد يكون في فعلا بجد قوانين بجد توقف كل ده؟ الخونه اللي قاعدين بره دول ازاي الجنسيه المصريه تتساب معاهم ازاي؟ لازم زي ما احنا طالبنا، ان في بعض الناس اللي اتصلت بسفارات اسرائيل، انا احد من الناس طالبت النهارده اسقاط الجنسيه. لا دول اولى النهارده ان كل من هو حمل السلاح وخرب البلد لازم يطلع قانون، طالما ثبتت عليه لازم يعني خلاص. هو الراجل النهارده هو مش محافظ على الجنسيه ومش عايز بلده، يبقى هو البلد لازم تلفظه، ملوش يعني هيعيش في البلد ليه؟ ده راجل بيدمر اقتصاده، بيدمر ده يعني ده البعض فيهم بيتشدق وبينادي بدول ثانيه يقول له تعالى ادخل، تعالى الحق، يبقى ده ازاي يبقى مصري؟ لا يمكن. ما احنا بنرجع دايما بنروح حياتك المثل بتاعنا الفلاحي واللي احنا بنقوله في بيتنا، انا واخويا على ابن عم وانا ابن عم على الغريب. انهي منطق النهارده ان انت بتطلب تدخل قوات في بلدك؟ انا منطق ان بتلحق؟ لا احنا كويسين او نقدر نسد ومحدش هرقع. اخد منى. طيب منى. الو الو. ايوه يا منى. الو. ايوه يا منى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك منى الشاذلي من اسكندريه. اهلا بيكي يا مدام منى، اهلا بحضرتك. البقاء لله. قدام لله البقاء، قدام لله وحده. والله الواحد مش عارف يقول ايه في الشغل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وربنا يخلينا السيسي وداحيه مصر، وربنا يكبر الامهات كلها يا رب، ويدينا الصبر يا رب. يا رب يا رب يا رب يصبرهم يا رب. والله هم صابرين، والله العظيم صابرين. ان شاء الله حقهم هيجي. هقوم جه الفجر ولسه مكملين ان شاء الله مكملين ان شاء الله. والسيسي ربنا يكرمه يا رب، ونكرمنا بيه ان شاء الله، ويرجع الاغريين كلهم يا رب ان شاء الله يا رب. اللهم امين. بس نقف جنب بلدنا يا منى، نقف جنب بلدنا يا رب يا رب يا رب. سلام يا رب يا رب يا رب. مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ناديه. الو. ايوه يا نادي، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البقاء لله. بقاء والدوام لله وحده. انا شايفه دموعك، والله شايفه دموعك ودموعي. اعدموهم كلهم، اعدموهم ان شاء الله يا رب يا رب. اعدموهم كلهم الاخوان كلهم يا رب. يا رب ربنا يصبر قلوبك، ربنا يصبر اهاليهم يا رب. انا ببكي، انا قاعده ببص عليكي وبعيط والله ببكي. كلنا ربنا يصبرهم ويصبر اهاليهم. اعدموهم كلهم، امسكوهم كلهم، اضربوهم بالنار كلهم، موتوهم يا رب. ان شاء الله هيموتوا، ان شاء الله ان شاء الله هيموتوا. انا اول مره اشترك والله يا قلبي معاكم، انا ما بسمعش غير الاخبار والنصره والحاجات دي. اعدموهم كلهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك. هم دول بقى انا عايزه اقول لكم، دول المصريين اللي بجد، ستات وامهات مصر اللي بجد بجد، اللي انتم ما تقدروش يعني اوعى حد يعني يفكر كده انه ست المصريه، الام المصريه، الامهات النهارده. ربنا انتم صابرين، انا عارفه والله العظيم، يعني عارفه انه كل ام ابنها شهيد النهارده بتزفه للجنه. ربنا يصبر قلبك، ربنا يصبر قلبك. فندم رسالة أخيرة تقولها. الرسالة الأخيرة بقول لحضرتك، احنا دي رسالة ممنهجة من الخارج. احنا كان لسه في شرم الشيخ مؤتمر برلمان العرب والأفريقي 150 سنة عملوا، كان له صدى وبرلمان. حتى ده لعلم حضرتك حاولوا يلعبوا بعقول الناس، يقولوا الفلوس اللي اتصرفت ومش فلوس، ومحدش كان يعرف ان دي كلها سبونسر ودعايه ومساهمات من ناس من الغرفه التجاريه، والنواب كانوا طالعين على حسابهم. تمام. بس هم ما بصوش ان دي كانت رساله مردودها من ارض السلام ولا السياحه، ولكن المردود بتاعها لعبوا بدماغهم بحاجات تانية. حضرتك جاي تاني ان شاء الله قريب برضه هناك، هيتعمل بتاع الشباب ان شاء الله فعاليات السياحة. الالمان بداوا رجعوا، الروس قالوا ان شاء الله على اخر السنه هيرجعوا. هم بيحاولوا ان اي حاجه بيحاولوا يرجعوا تاني. بالعكس انا بقول لهم كل ما بتعملوا حاجه بالعكس، العزيمه بتاعت قوات المسلحه، عمر ما حد ياثر على قوات المسلحه.
ولا عزيمة المصريين، ومصر دايما بخير وتحيا مصر. تحيا مصر بإذن الله، تحيا مصر. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أركان حرب محمد سلامة الجوهري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق، عضو لجنة الدفاع الأمن القومي بمجلس النواب. بشكر حضرتك. بقاء لله مرة تانية. بقاء والدوام لله، بقاء والدوام لله، بقاء والدوام لله. بس يعني الله أكبر تاني وتحيا مصر. يعني بجد إنه حاجة بس تبرد قلبنا. أنا فاصل، أشوفكم بعد الفاصل. التليفونات برضو مفتوحة، هاخد الرسايل، كل اللي احنا عايزين نقوله هنقوله. لازم نفوق كلنا كلنا. الله يصبر قلبهم دايما عليه، الله يصبر.